يتعلق بالعلاقات المغربية الإسبانية، وليس من عادتي أن أعلق على البرامج الانتخابية لأحزاب دول أخرى، لكن ما يتعلق بالسؤال الذي طرح حول وضعية العلاقات المغربية الإسبانية والتي تعكس المتانة العلاقة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا. هذه العلاقة التي هي مؤطرة بإرادتين ملكيتين، إرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإرادة الملك إسبانيا، هذا التوجه بالنسبة إلينا يعمل على تعزيز التعاون وتقوية منظومة المصالح المشتركة. ولهذا اللقاء الذي تم أمس الأربعاء هنا بالرباط بين وزيري الداخلية، وزير الداخلية بلادنا ووزير الداخلية الإسباني، عكس هذه الإرادة تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بمكافحة الهجرة، محاربة المخدرات، ومكافحة أو محاربة الإرهاب. وأيضا إذا عدنا إلى ما نتج عن اللقاء والتصريحات التي قدمت، أولا هنالك تنويه بالمستوى المتقدم لهذا التعاون والذي تعكسه المؤشرات الرقمية. الأسبوع الماضي أعلنت عن إحباط حوالي 57 ألف محاولة للهجرة وتفكيك ما يناهز 100 شبكة تنشط في هذا المجال. وإسبانيا أيضا، وزير الداخلية الإسباني أعلن أمس عن مؤشر دال عن التمكن من خفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر بنسبة 45%، ومؤشر رقمي دال. المغرب وهو يشتغل بهذا الأفق، أفق التعاون المبني على أن هنالك مسؤولية مشتركة ومصالح مشتركة، يؤطر أيضا هذا التعاون بسياسة وطنية أطلقها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في أكتوبر 2013، استراتيجية وطنية للهجرة مكنت من تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر، ومكنت أيضا من إطلاق سلسلة من الإجراءات الهادفة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والسكن وتيسير ظروف اندماجهم في مجتمعنا، وأيضا الجانب المتعلق بتطوير المنظومة التشريعية. أيضا هنالك المجهود الذي مازال متواصل حول ليس فقط ما يتعلق بالهجرة، بل أيضا ما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة التجارة في المخدرات.